جدد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية الهند الصديقة في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها الجمهورية جراء تفاقم وباء كوفيد-19 وانتشار النسخة المتحورة من الوباء واستمرار تقديم المساعدات ودعم جهود الهند في مكافحة الجائحة وتلبية كل المتطلبات والاحتياجات الأساسية التي تحتاجها في هذه الظروف. جاء ذلك في الاتصال الهاتفي المشترك الذي جمع الشيخ أحمد الناصر ووزير الخارجية الهندية الدكتور سوبرمانيام جاي شنكار اليوم، والذي جرى خلاله أيضا بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمهما وتعزيزها. من جانبه أعرب وزير خارجية جمهورية الهند عن تقدير بلاده وشكرها العميق لهذا الموقف الكويتي الداعم والمساند لها في هذه الأوضاع الحرجة، الأمر الذي يعكس عمق وتميز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.